ماذا أسمع؟ شخص ما يريد أن يأكل؟ سيأتي الشيف دائماً للإنقاذ؟ لا أحد سوف يطعم حفيدتي طعام لذيذ مثل الجدة. أنا آتية. أختي تريد أن تأكل. سآتي لإنقاذك. أنا جائعة، أريد أن أكل شيئاً لذيذاً. لنبدأ بأشياء بسيطة. حضروا لي بعض البطاطس المقلية. سهل، سيتم الأمر. أريد فقط أن أتعلم الطبخ. بينما يقوم الجميع بتقشير البطاطس، سوف أسكب الزيت. بالمناسبة لا يوجد شيء اسمه الكثير من الزيت. حسناً، الزيت يغلي تقريباً، مما يعني أن الوقت قد حال لصب الشرائح النهائية من البطاطس. لا، قف. أوه، إنه يتناثر. حار، ساعدوني. ماذا تفعل؟ بسببك كان أن يقصفنا الزيت المغلي. يجب سكب الزيت بكل حذر، ثم ستقلى البطاطس بالتساوي. سادام، لا شيء صعب. البطاطس المقلية جاهزة، يبقى فقط إضافة القليل من الصلصة. هذه بطاطس مقلية، لا أظن ذلك. أما أنا سوف أحضر بطاطس مقلية حقيقية. لكن هذا ليس كل شيء. الآن سأقدم طعماً شهياً حقيقياً من البطاطس المقلية. سأحتاج إلى اللحم المقدد وصلصة. وبالطبع إكليل الجبل المعطر. يا لها من رائحة. بالضبط، لن أستسلم حتى الآن. لماذا لا أستخدم البطاطس من المارميلاد؟ يقولون إذا غمسته في شراب الفراولة سيكون ألذ. رائع، سأبدأ بتجربة البطاطس من المنتصف. جدتي، هذا رائع حقا. أوه، لا يمكنني تحمل إكليل الجبل. أنا آسفة أيها الشيف، لكنني لم أحب ذلك. لكنني أقدر الفكرة مع بطاطس المارميلاد. الآن لا أعرف ماذا سأختار. فلتكن أشد. هاي. هذه المرة أكثر صعوبة. عليكم صنع السوشي. سيتم الأمر. أفضل وصفة. شوسي سوشي؟ نعم، ليس لديهم أي فكرة في القرية عن ماهية سوشي. أنا سأصنع هذا الشوسي الذي لن تحلمون به. السوشي العادي ممل جدا. لدي فكرة أخرى، سوشي من الحلويات. وبدلا من الكريمة الحامضة في الحشوة، سيكون هناك كريمة مخفوقة لذيذة بالداخل مع عين لذيذة. جميل. وبالطبع لن أنسى شراب الشوكولاتة. فكرة مثيرة للاهتمام. سيكون السوشي الخاص بي جاهزاً أيضاً قريباً. الشيء الرئيسي أن أكرر بعض الطهي بعناية. ألا لا شيء معقد؟ لا شيء معقد؟ دعونا نرى ما هو السوشي المثير للإشمئزاز التي ستحصلي عليه. أضيف الصلصة. أنا أعرف كيف أفعل ذلك، هكذا. أوه، ماذا يسمى هذا؟ أفوكادو؟ الشيء الرئيسي هو لف كل شيء بالتساوي. أما مع الجدة بالتأكيد لن تنجح. الآن السوشي مثالي. رهيب، لم أكن أعتقد أن الشوسي سيكون قبيحاً. حان الوقت للف السوشي مع سمك السلمون. الشيء الرئيسي هو عدم البخل مع الأسماك. أقطعه إلى قطع عريضة. ولا أنسى صلصة الصويا. السمك تقولي؟ حسناً، سيتم الأمر. جاهزة؟ أتمنى أن يكون لذيذ. واو، مع الشيف بالطبع تبدو السوشي أكثر جاذبية. لا يمكنني وضع هذا الرعب أمام حفيدتي. يجب القيام بشيء ما. لماذا لا أصنع سوشي من الخيار فقط؟ لذيذ وصحي.
ومقزز. لماذا؟ الخيار مناسب جدا مع السوشي. هأحتاج فقط إلى وضع المزيد من الأرز فيه. غير شهي أبدا. انتظر، لم أنتهي بعد. ها الآن انظروا إلى هذا الجمال. ما هذا؟ لم أرى قط سوشي مع الخيار بالأرز. لا، لن أجرب هذا حتى. لكنني سأجرب السوشي الحلو بكل سرور. لذيذ، لكنه غير مشبع على الإطلاق. بقي مرشحاً واحد فقط. ها هو السوشي الحقيقي. الشكل والطعم. سيدتي الشيف، لقد فزت. شكراً، كان ذلك واضحاً. آمل أن يتمكن كل واحد منكم من صنع كعكة الوافل. سمعت أننا بحاجة إلى البدء بالعجينة. لا أعتقد أنها ستكون مشكلة أبداً. أضيف السكر للتحلية. أحركه قليلاً. روعة. والآن أضيف الدقيق. أوه، أعتقد أن شيئاً ما في أنفي. أهي كعكة وافل؟ لا بأس بذلك، نستمر. هذا الدقيق كاف لصنع كعكة وافل لذيذة. أحتاج فقط إلى مزج كل شيء جيدا. الآن يمكن سكب عجينة النهائية في جهاز تحضير الوافل. ستكون هذه ألذ فطائر في حياة أختي. واو، حصلت على عجينة لذيذة جدا. والأهم من ذلك، بدون قشر بيض. آمل أن تتحول إلى فطيرة محترمة. الجميع أضاف السكر، لكنني أعلم أن السكر مضر، لذلك سأضيف الكوسة بدلا منه. أو ربما سأصنع العجين بالكامل من الكوسة. علي بشرها على مبشرة ناعمة. جاهزة. الآن أضيف البيض والدقيق بالطابع. أخلط كل شيء جيداً وأضيف القليل من الخضروات للطعم. منظره قبيح جداً. لكن هذه العجينة أكثر فائدة من عجينتك. الآن يمكن سكبها في محضر الوافل. ولا أنسى ضبط الوقت حتى لا تحترق الوافل. نعم، ضبط الوقت فكرة جيدة. أي، أنا لم أضبط الوقت وكعكتي محترقة قليلاً. حار، لكن لا بأس، سوف أخفي مظهرها الغير لطيف للغاية مع الكريمة المخفوقة والتوت وشراب الشوكولاتة. تبدو جميلة الآن. وأنا سأسكب شراب القيقب على الفطائر. قطعة من الزبدة لن تكون زائدة أيضاً. كم تبدو جميلة. وأنا سوف أقوم بتزيين فطائر الوفل الصحية بالأعشاب الصحية. لا أطيق الانتظار للتجريب، سأبدأ بهذا. يبدو أنه محروق بطريقة أو بأخرى. لن آكله. وهذا ماذا؟ مقرف، هذه الفطائر منكهة بالأعشاب والكوسة، أكرههم. وهذه تبدو لذيذة كما أحبها تماما. جدتي، لقد ربحت هذه الجولة. هاي، عملت بجد. أخيراً أريد أن أشرب كوباً من القهوة اللذيذة. حسناً، سيتم الأمر. لقد خطرت لي فكرة رائعة. القهوة الساخنة مملة. اليوم سيكون لدينا قهوة باردة، أي فرابوتشينو. أحتاج إلى رمي المزيد من الثلج في وعاء كبير، ثم إلى إضافة شراب الشوكولاتة اللذيذون. بالطبع، يجب ألا ننسى القهوة نفسها.
بالمناسبة إنها من ستاربكس، وكوكتيل الشوكولاتة تويكس لن يكون زائد بالتأكيد. أخفقه قليلاً وأستخدمه بدلاً من الحليب. وأنا ربما سأقوم بإعداد المزيد من القهوة الكلاسيكية. أعلم أن حفيدتي تحبها. حسناً، أعتقد هذا كافٍ. أسكب الكوكتيل هنا، وفي النهاية أحتاج إلى إضافة الكريمة المخفوقة والقليل من الحلوى الشوكولاتية، بسكويت أوريو، قطعة تويكس، وبالطبع يجب ألا ننسى الأنبوب. أوه، أخيراً حان دوري لصنع القهوة. سأصنع قهوة حقيقية بمساعدة الميزان. سأقيس العدد المطلوب من الحبوب. هذا ما أحتاج. الآن سأقوم بطحنهم يدوياً إلى القوام المطلوب. الآن شاهدوا وتعلموا. فقط سأملأ القهوة بالماء المغلي. هل حقاً تحضر القهوة هكذا؟ رائع. الآن أسكب القهوة في الفنجان والحليب. سأخفقه باليد أيضاً. لا أنسى قواعد التقديم. انظروا إلى هذا الجمال. سوف أبدأ بالقهوة من المنتصف. جدتي، أنا دائماً أتعرف على هذه القهوة. لقد حان الوقت للاعتراف بأنني لا أحبها أبداً. الكوب هذا يبدو أكثر جمالاً. لذيذ، لكنه مر بعض الشيء. بقي مرشحاً واحد أخير. هذا حقاً رائع. أخي، لقد ربحت هذه الجولة. نعم، أخيراً. لقد أتوا إلي. أنا آتية. أفتح. طاب مساؤك. شكرا لك. كل هذا لي. الآن سأصلح هذا السرير قليلا. بماذا تفكر؟ أرتدي القفازات وأبدأ العمل. الآن سأصنع سريرا مثاليا. لهذا أنا بحاجة إلى هذه الأشياء. سأسقط. كوني حذرة. كل شيء على ما يرام، لا ضرر. نواصل. هل أنت بخير؟ نعم نعم، كل شيء على ما يرام. وجدت أشياء مهمة جدا عن البناء خاصتي. سأضعهم هناك، وواحدة أخرى. والآن لنبدأ بالعمل. أنا أسقط. لقد قلت لك انتبهي. كل شيء على ما يرام. الآن سأرمي هذه في القمامة وأصنع سرير رائع. نعم، سهل جداً. أحتاج إلى إصلاح القضبان. وهذا نصف العمل. نعم، عمل عظيم. مثالي، فقط جاهز. واو، أنا أيضاً أريد. أستطيع بسهولة حل الموضوع. وصلوا بالفعل. تفضلوا، هذه أموالكم. سنفعل كل شيء أنستي. شكراً لك. ما هذا؟ كان ثقيلاً. كيف ذلك؟ واو، رائع. نعم نعم، لا شيء مثير للدهشة. سأحصل على أفضل سرير. ووضعوا أيضاً الأزهار. نعم نعم، أحسننا عملاً. كل شيء جاهز. اللمسات الأخيرة. وانتبهوا إلى أعينكم. لا تحسدينني، لا يزال لدي أفضل سرير. من الصعب الجلوس هنا، غير مريح. أما هنا رائع جداً، لماذا تنظري إلي؟ حسناً حسناً، ماذا علي أن أفعل؟ يمكنني استخدام هذا. الستائر. الآن سيكون سريري جميل. وماذا إذا أخذت شيئاً آخر؟ هذا رائع أيضاً. الآن علينا تثبيت كل شيء بمساعدة خرازة الأوراق. لنذهب للعمل.
الستارة الأولى جاهزة والآن الثانية. انتهيت، الآن جاهز. لماذا رميت الدباسة علي؟ واو، الآن سأفاجئ الجميع. الشيء الرئيسي هو الربط بأحكام والطرف الآخر أيضا. لدي أرجوحة جميلة الآن، أستطيع أن أستريح عليها. صنعت لنفسها أرجوحة شبكية؟ لا تحسدينني. كم أشعر بالملل؟ فكرة؟ لست بحاجة إلى الأرجوحة الآن. سأصنع طاولة من هذه المنضدة وهذا القماش. يجب أن يكون جميل. والآن سأضيف بعض الأشياء. طقم شاي مذهل وأكواب لطيفة. مرحبا بكم في حفلة الشاي أصدقائي. روضة أطفال، حفلة الشاي. لدي فكرة أفضل، أريد الاستماع إلى الموسيقى. بالتأكيد سوف تحسدوني. مرحبا، تفضل ضعهم هنا. هل لديكم حفلة اليوم؟ أي حفلة بدون أضواء؟ شكرا لك، أحسنت عملا. تفضل المال. شكرا. سأقوم بدعوة جميع أصدقائي بسرعة. ما هي الحفلة بدون صديقاتي؟ يا فتيات، لنستمتع بوقتنا. الآن سيكون روعة فقط. ما الذي يحدث معهم؟ ممنوع الدخول؟ لا نريد أبدا. كم هو الصوت عالي؟ مستحيل أذني. قومي بإيقاف تشغيل الموسيقى. سأتصل بمن يمكنه حل الموضوع. الموسيقى صاخبة جدا، هل ستأتي؟ أنا في انتظارك. بسرعة. مرحبا بك، إلى هناك. سنكتشف ذلك الآن، لا تقلقي. هل هذا هم؟ سأعمل بكل حرفية. يا بنات، أنتن صاخبات جدا، هذا سيء. لدي فكرة، هذا لك. شكرا جزيلا، سررت بالتعامل معكم. طاب مساؤكم. يا له من يوم جيد، أريد أن أرقص وأبتسم. أنا على حق، يجب أن أذهب، مع السلامة. أرأيت كيف تحل المشاكل؟ أنت مرة أخرى؟ فكرة، يمكنني الاستمتاع أيضا. سترين، حفلتي ستكون أفضل بمئة مرة من حفلتك. كل ما أحتاجه هو كرة أرضية، سوف أريك. دعونا نحصل على الأقراص. ممتاز، هذا يكفي. الآن أنا بحاجة إلى قطعهم إلى قطع صغيرة. يجب الحرص على عدم قطع نفسي. نعم، جاهزة. الآن الكثير من المربعات اللامعة، سألصقها على الكرة الأرضية. واحد تلو الآخر، هكذا. لنديره، جاهز وهو جميل. الآن بحاجة إلى تعليقه هنا. مذهل، سررت. الآن الأقراص المتبقية ستزين الحائط. ألصقهم بلطف هكذا. ولدي مكبرات الصوت هذه، رائعة. سأقوم بتشغيل موسيقي المفضلة بأعلى صوت ليستمع إليها الجميع. هل تحبون ذلك يا أصدقائي؟ ما هذا؟ يا لها من حفلة رائعة، نحن بحاجة إلى الذهاب. مرحبا، هل ممكن أن ندخل؟ بالطبع، انضموا إلي. هذه حفلة شاي رائعة. كيف هذا ممكن؟ أنا بحاجة لبعض الضوء. الكتاب ممتع جدا. ماذا؟ الضوء يومد، هذا ليس جيدا. لقد انطفأ، هيا أعمل. ماذا أفعل الآن؟ واو، لدي صندوق من المصابيح. كم يوجد؟ هذا يمكن أن يفي بالغرض، أو يمكن استخدامه لشيء آخر. سأضع كل المصابيح على الأرض، هذا الصندوق لا نحتاجه. هكذا؟ أما هذا فنحن نحتاجه حقا. بتعبير أدق، السلك. والآن بحاجة إلى إرفاق كل المصابيح به. جاهز، أحسنت عملا. ماذا تفعل؟ الآن سأعلق إكليلا حول محيط السرير. اتضح أنه جيد. ما هذا؟ نعم، إنه فقط جميل جدا، مشرق للغاية. الآن يمكنني قراءة كتابي. واو، أنا أريد ذلك أيضا. أحتاج إلى التوصيل بشكل عاجل. مرحبا، أنا بحاجة إلى مساعدتك. أريد إضاءة هذا السرير. لا مشكلة، أحضرت كل ما تحتاجيه. سيكون السرير الأكثر إشراقا، سترين. نشغله، جاهز. رائع، هنا أموالك. شكرا لك. لا، هذا
مرعب، كل شيء يحترق. سريري، ماذا أفعل؟ أنا خائفة. نحن بحاجة إلى إطفائه. لا تقلقي، سأنقذ سريرك. انتهينا. كان ذلك مخيفا حقا. أدعوك إلى سريري إذا. حسنا سآتي. ماذا علينا أن نفعل؟ لديك مكان لطيف جدا والألعاب لطيفة. نعلن السلام. بالطبع. شكرا على الاستمتاع معنا. لا تنسوا الاشتراك ومشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو الرائعة على بارارا.